اوكي مرحبا، انا اسمي ليث، وانا طبعا من الاردن، بدرس في جامعة بريغهام يونغ، واليوم بدي اقدم لكم عن الاكل في البلاد العربية 101. اوكي بس شوية عني، انا طبعا بحب المنسف كتير. المنسف أحسن أكلة في العالم. ف مرة كنت هذا الصيف أنا وأبوي كنا في عمان، وكنت قاعد كنا كنت قاعد كنا قاعدين نعمل نروح في السوق، نشوف السوق والأماكن هناك. وطبعا أنا كنت زعلان، ما كنت مبسوط كتير، كنت زهقان تعبان. فرحت راح ابوي شاف انه انا مش مبسوط، فراح حكى يلا ليث نروح نجيب منسف. طبعا انا شايفين الابتسامة على وجهي. كنت مبسوط كتير يعني لما ابوي وداني نشوف المنسف، ناكل منسف. عن المنسف ما شاء الله. طبعا انا زي ما حكيت طالب ومعين لصف العربي 201. انا كمان من مجلس الطلبه، بساعد في مشاريع كبيره في الجامعه، وانا تخصصي اداره اعمال. تمام اوكي، ان شاء الله الفصل الجاي أو الفصل اللي بعده بصير بالبرنامج. طبعاً عنا أحسن أكل في العالم، المنسف. المنسف يعني ممكن أحكي عنه طول الوقت. فبالنسبة لي أكلتي المفضلة وأن أنا صغير كانوا بينادوني أبو المناسف. كنت بحب المنسف كتير، ويعني لما أمي تسوي منسف، تعمل منسف، باكله فطور وغدا وعشاء. كان كتير ذاك المنسف. طبعاً المنسف إنه ليش سموه المنسف؟ المنسف كان عشان اليهود كانوا ضد العرب، وكان في تعاقد، واليهود ما مشوا بالتعاقد. فراحوا العرب بيعرفوا انه الاردنيين بيعرفوا انه اليهود ما بيطبخوا اللحم مع اللبن. فاحنا اجينا صرنا نعمل لبن مع اللحم، واليهود صاروا يكرهونا اكتر، وعشان هيك سموه المنسف عشان ينسف العقد بيننا وبين اليهود. فيعني انه المنسف اكل اردنيه 100%. طبعا كل الناس تحبه، ما حدا بحبه. طبعا هذا الجميد هو اللبن اللي بنحطه احنا في المنسف عشان المنسف يكون يصير له طعم مالح، انه بصير طعمه هيك في شوية ملوحة وبيعطي الطعم للأكلة. فطبعا احنا عندنا لحمة الخروف كتير زاكية. عندك صنوبر ولوز وشوية بقدونس فوق دايما عشان الصحة طبعا. ويعني تمام اوكي. مرة كنت يعني امي اهلي كانوا بدهم يعملوا لي مفاجأة. فانا كنت قاعد طبعا في البيت، واهلي كانوا قاعدين بيحضروا لي بالمفاجأة. كيف ايش كانوا يساووا؟ كانوا قاعدين يساووا لي كيك منسف. اوكي طبعا انا لما شفتها تفاجأت كتير، و انه كان يوم جميل كتير يعني. طبعا لما اشوف امي سوت كيك منسف وكتير حلو كان، انبسطت كتير.
يعني أنا ما كان عندي الصورة، بس إنه لو كان حيكون شكله، كان حيكون شكله تقريبا زي هيك، عليه شموع و طبعا بدل الكيكة نحط غنوا لي عيد ميلاد سعيد. ويعني طبعا أنا مر عيد ميلادي من 3 أيام، صرت 19 سنة قبل 3 أيام. ف يعني أوكي، طبعا إحنا ما عندنا بس المنسف، عندنا كمان المقلوبة. المقلوبة طبعا أكلة كتير مشهورة، وإنه ممكن أنتوا تحبوها أكتر لأنه فيها خضار أكتر وفيها يعني طعم أكتر. المقلوبة عبارة عن رز وأي خضار أنت بتحب تحطه مع بعض. بس ال ال الكتير حلو عن المقلوبة إنه المقلوبة بتشيل كل المي منها وبتتبخر لما تقلبها. لا مش قوي، خلينا أورجيكم. طبعا زي ما شفتوا المقلوبة أكل كتير مشهورة عندنا في البلاد العربية، بس إحنا مش بس عندنا المقلوبة، عندنا المشاوي. طبعا المشاوي شكلهم كتير حلو، بس إنه لو حدا بيحبك كتير بيعمل لك بيعزمك على مشاوي. ويعني لو أنت عامل عزيمة، يعني إحنا عادة منجيب العيلة وبنعمل عزيمة فيها مشاوي وبنطلع على البر، إنه بنقعد برا في غابة أو إشي وبنعمل مشاوي. طبعا الحيوانات بتجمعوا علينا وصير كل حدا بده ياكل المشاوي. المشاوي طبعا انه مش زي المشاوي الامريكيه اللي هي برجرز و هوت دوغز وهيك اشياء، بس هاي اسكى بكتير. طبعا فيها طبعا في سيخ الدجاج وسيخ الكفته والكباب. طبعا يعني ما في إشي زيهم، يعني إنه لما تغمسهم بحمص مثلا أو إشي هيك بيطلعوا كتير زاكين وكتير راقين يعني. أوكي طبعا يعني أنا ما بقدر أحكي عن هاي كتير. الشاورما طبعا أنا ما بقدر أحكي كتير عنها لأنه هي بتحكي عن حالها. ف الشاورما اللي ما بيعرف الشاورما بيكون مش ما عنده معلومات كتيرة يعني. بس انه الشاورما يعني هي اشي لازم تروح تجربه لما تنزل على البلاد العربية. هي زي 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 البرجرز الامريكية بس عنا بالعرب، واحسن طعمه احسن بكتير من البرجرز. طبعا انا واصحابي يعني كتير، يعني تقريبا كل يوم او يومين بنروح ناكل شاورما مع بعض ونتعشى مع بعض، وانه بنعمل انه اكتيفيتيز يعني كتير انه بالشاورما، انه مثلا مين بيخلص الشاورما اسرع واحد مثلا بيدفع، الناس بتدفع له، انه هيك اشياء انه كتير يعني أسكى إيش أحسن إيش في الشاورما إنه أنت بتنبسط وأنت بتاكلها. فلما أنت بتعمل إشي كتير حلو وأنت قاعد تاكل شاورما، يعني هذا أحلى إشي في الدنيا. فأنا ما بقدر أحكي عنها كتير لأنه كتير زاكي. طبعا أنتوا لو عارفين الشاورما دجاج، وفي شاورما دجاج وفي شاورما لحمة، في طبعا التوم هذا كتير زاكي. عادة بنحط معاهم بطاطا عشان انه تكون وجبة. ويعني طبعا اسكى اشي في الشاورما هو الخبز كتير كتير زاكي، بيكون محطوط على صاج وبيعطيه هذا الطعم وبيخليه اسكى. فيعني الشاورما من احسن الاشياء عندنا في البلد العربي، وانا كتير بحب الشاورما بعد المنسف يعني. ويعني اوكي طبعا هذا اذا ما شفتوه فيلم ذا افنجرز،
كانوا حطوا فيه انه خليني اورجيكم بصير ولا اوكي. طبعا لازم يروح على محل شاورما عشان يعني شاورما كتير زاكي. العرب الداني جونيور كتير مبسوط. بس يعني طبعا احنا مش بس عندنا كمان الملوخيه واللي هي من انا كتير بحب الملوخيه, من اذكى اكلاتي, يعني من اذكى الثلاث اكلات بحبهم. الملوخيه طبعا في نبات هيك ما بعرف شو هو اسمه, الملوخيه لونه اخضر بس كتير زاكي, بس تحط معاه ليمون وطبعا اللحمه او الدجاج, عاده بنحط دجاج. بس في اشي غريب المصريين بيعملوه اللي هو بياكلوا ملوخيه بالارانب, يعني شايفين الارنب, بياكلوا الملوخيه مع الارنب, واشي غريب بس بيحكوا انه كتير زاكي. انا عمري ما جربتها بس يعني انه اشي يعني كتير غريب, بس يعني ممكن اسكى فما بعرف. بس يعني الملوخيه انه طبعا رز ابيض مع شو اسمه شوربه الملوخيه, حط عليها شويه ليمون وممكن بصل وبتصير 100% يعني تمام. ايش كمان في ورق العنب او الدوالي, هاي طبعا من اشهر الاكلات العربيه, كتير ناس بيحبوها. ليش انا ما بعرف ليش صراحة, بس يعني انه الاكل عبارة عن انه كيف بيسموها بالانجليزي, بيسموها هي يعني ايش كانت فاين, ورق فاين زي هيك اشي, بس يعني انه بيحطوا جواتها لحم ورز ويعني أشياء مشكل كتير وبيلفوها, وعادة ورق العنب بياخد وقت كتير عشان إنه يجهز, إنه بده وقت كتير وشغل كتير وتعب. يعني عادة الأمهات لما يعملوا ورق عنب في رمضان يعني بيقعدوا طول اليوم هم قاعدين يلفوا, أو ممكن حتى من اليوم اللي قبله. فإنه ورق العنب يعني انه متعب بس كتير زاكي, والناس يعني كتير بتحبه, تحط عليه ليمون بصير طعمه يعني ما شاء الله يعني كتير زاكي. بس يعني هذا ورق العنب طبعا, او الدوالي, في ناس بسموه دوالي. ف طبعا مش بس في يعني ماكدونالدز, عندنا كمان ماكدونالدز بالعربي كمان, وهذا احسن من ماكدونالدز في امريكا الصراحه. فيعني طبعا احنا معظم الاكل فيه دجاج, ف ماكدونالدز طبعا يعني كتير زاكي مقارنه بهون, لانه هون بس لحمه وما في اشياء كتير وبايت, بس هناك في دجاج كتير منيح و طبعا طعمه أزكى. ويعني ماكدونالدز عندنا طبعا مثلا احسن, في كمان مثلا كي اف سي برضه غير المطاعم الامريكيه بشكل عام, انه بتكون احسن بالبلدان العربيه, ما بعرف ليش, بس يعني انا مبسوط يعني الصراحه انه أزكى عندنا في البلد العربي ماكدونالدز. طبعا انا نفسي في مثلا ماكدونالدز افطار ولا اشي عروض هيك اشياء جميله يعني. ف يعني طبعا في المقبلات, عندنا مثلا التبوله هي اكثر لبنانيه التبوله, بس يعني انه من اذكى السلطات اللي ممكن تذوقها في البلد العربي, انه يعني انا الصراحه ما بعرف اشرحها كثير منيح, بس يعني التبولة يعني فيها بقدونس كتير وشوية مرات جبنة, مرات بحطوا فيها بندورة وهيك أشياء, يعني إنه
تحط عليها ليمون، ليمون بعطيها كثير طعم. التبولة طبعا يعني كثير كثير زاكية، دائما لازم تجيب تبولة لما تروح على محل مطعم مقبلات هيك أشياء لازم تبولة. طبعا الحمص، كل العالم تعرف الحمص، حمص يعني إشي عربي 100%. وطبعا منغمس الحمص بالخبز، وغير هيك إنه الحمص مطحون من حب الحمص، ما بعرف إذا بتعرفوا شو هذا، بس ما بعرف إذا موجود هنا، بس I think أتوقع إنه موجود، إنه في يعني موجود في المناطق هاي. طبعا في مثلا ممكن تلاقي حمص في شو اسمه مثلا وول مارت ولا إشي، بس حمص مش منيح. ف يعني طبعا هذول عرايس، العرايس طبعا مش كتير ناس بيعرفوا عنهم، بس يعني انه إشي لازم الكل يعرف عنه. العرايس بتكون انه عبارة عن خبز معين واللحمة ملزقة فيه، ما بعرف كيف صراحة، بس يعني انه العرايس انه اختي مثلا اكتر اكل بتحبها هي العرايس، والعرايس يعني هي صراحة مقبلات مش وجبة، بس انه العرايس بما معناه كتير يعني مشهورة عندنا بالبلد، بس ما بعرف ليش مش مشهورة برا يعني هنا في البلد الامريكي. غير هيك يعني المفروض لازم يعملوا كمان عرايس في المطاعم العربية عندنا هنا. ف ان شاء الله خير يعني. اوكي طبعا مش ضروري احكي كثير عن الفلافل، شيء مشهور كثير عندنا، طبعا بخلي بطنك يوجعك بعد ما تاكله. ف كثير الفلافل طبعا عاده بتحطها مع الحمص، بتعمل سندويشه. انا بالاردن مثلا لما اروح انزل اتعشى، بروح مثلا انا واصحابي نروح نجيب سندويشات فلافل وحمص، ومنقعد مع بعض ومناكل مع بعض ومنحكي يعني. بس يعني الفلافل طبعا كل حدا بيعرف الفلافل، انا يعني مش ضروري كثير احكي عنها. غير هيك ما في شيء ثاني. طبعا الكبة كمان اشي ما بيعرفوه كثير في البلد الامريكي هنا في امريكا، ما بيعرفوها كثير الكبة. ف الكبة يعني هي عبارة عن بقسماط جواتها لحمة وشوية خضار وهيك أشياء، إنه هي طبعا عادة بس بتكون محشية لحمة مفرومة، واللحمة أكتر إشي بيعطيها الطعم، بس إنه كمان الجزء الخارجي اللي هو البقسماط بيكون انه بيعطي الطعم، خصوصا انه بيكون مطبوخ باللحمه، فبيعطي نكهه احسن بكتير. وطبعا انا يعني مش كتير ناس بيعرفوا هاي، بس انه المفروض كمان يعني يعرفوها في هنا في امريكا. وهاي طبخه طبعا امي بتحبها كتير، فلما يجي عيد ميلادها بجيب لها مثلا هديه وحوالينها صحن كبة، فيعني إشي جميل عنا في هنا. طبعا هاي كمان لبنانية أكتر شامية هاي، طبعا إنه ممكن تحطها كمان مع المنسف مرات، هذا إشي غريب بس زاكي بتطلع، يكون مع اللبن. ويعني الكبة مفروض يعطولها يرفعوا مكانها أكتر مما هي، لأنها كتير كتير زاكية. I guess خلص هيك تمام. شكرا لوجودكم.